الشيطان اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نتناول وإياكم خصائص بحث الدولة المالقة، وضمن الأبحاث العلمية وضمن مناهج البحث العلمي لسماحة سيدنا الأستاذ السيد الصرخ الحسني دام ظله الشريف، فأن بحث الدولة المالقة تناول فيه الأساسات الفكرية والعقائدية لحركات التطرف والإرهاب، لا سيما المسمى داعش، منذ بداية نشوئها في زمن الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وإلى يومنا الحالي. وأما عنوان المالقة فهو مقتبس من أحاديث نبوية شريفة تنبأ بها نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بمروق طائفة من الدين كمروق السهم من الرمية. ولعل بداية هذه الحركة كان متمثلا في حركة الخوارج، ومن ثم تطورت ونمت بشكل أكثر في داخل المجتمع الإسلامي إلى أن دخلت الجانب والبعد التنظيري في عصر الشيخ ابن تيمية، والذي صهر كل ما تقدم من آراء ومفاهيم وأفكار في نظريات تكفيرية صارت فيما بعد أساسا وركيزة ومرجعا لهذه الحركات ولدعاة التكفير. وقد أسهمت هذه النظريات والأفكار والمفاهيم التكفيرية بصناعة القاعدة، ومن ثم أصبحت القضية أكثر تطورا وأكثر ممارسة للفكر التكفيري وبشكل بشع جدا تحت عنوان داعش. وعلى هذا الأساس سوف نستعرض وإياكم خصائص بحث الدولة المالقة لسماحة سيدنا الأستاذ دام ظله الشريف. أولا، الهدف. فمن الواضح أن أي بحث علمي يجب أن يكون وراءه هدف معين، من خلال هذا الهدف يمكن أن يقيم ذلك البحث. وهذه الخاصية من الخصائص الأساسية التي لابد أن تتوفر في الأبحاث العلمية، وهي وجود بحث أو وجود هدف يسعى الباحث لتحقيقه، ومن دون ذلك يكون البحث لغويا لا ثمرة فيه. ومن الواضح أن أهمية البحث والحاجة إليه تتحقق من خلال معرفة وبيان الأهداف التي يروم إليها سماحة سيدنا الأستاذ لتحقيقها ومدى أهمية تلك الأهداف. وأهمية الدراسة التي يسعى إليها سيدنا الأستاذ دام ظله الشريف يمكن أن نلخصها بالنقاط الآتية. أولا، إن أبراز مثل هذه الدراسات الفكرية والعقائدية والتاريخية ومناقشة مثل هذه الأساسات الفكرية لحركات التطرف يساعد ويسهم بشكل واضح وصريح على معالجة ظاهرة التكفير داخل المجتمع الإسلامي والمجتمع بشكل عام، لما لهذه الظاهرة من تأثير سلبي على حياة البشر. فالتكفير يهدد التعايش السلمي، وبهذا الاعتبار تكون الدراسة هي ضرورة إنسانية لارتباطها الوثيق بالمصير الإنساني. لذلك استعرض سيدنا الأستاذ بعض المواقف والحالات والمعتقدات التي تبين لنا وجود خطين مختلفين في داخل التيار والدين الإسلامي، أحدهما
يتمثل بالرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام وصحابته المنتجبين. والخط الآخر يتمثل بالخط الأموي ومن ارتبط بهم من شخوص وأدوات، وأبرز منظري هذا الخط هو الشيخ ابن تيمية الذي يعد يعني المنظر الأول لهذا الخط، وقد رشح من تنظيراته الكثير من الأفكار والنظريات التكفيرية، وهذه نقطة جوهرية وضرورية في يعني الدراسات التاريخية والعقائدية والفكرية في معرفة وتقييم الوقائع. ثالثا، التركيز على النزعة العقلائية في فهم النصوص ضمن معايير مقررة في علم أصول الفقه، مع ضرورة احترام جميع الآراء وجميع الأقوال. ومن هنا أسهمت الدراسة بتقديمها لرؤية دينية أخلاقية تتناسب مع المنظومة الإسلامية والأخلاق الإنسانية، مستنبطاً من ذلك نظريات عديدة، لعل أهمها ضرورة التفريق بين الإمامة الإلهية والحكم والسلطة. فالإمامة الإلهية تجعل من قبل الله سبحانه وتعالى بشكل حصري، فضرورة التفريق بين الإمامة الإلهية والسلطة هي ضرورة دينية عقائدية. فالإمام يجب أن يكون مختاراً من قبل الله سبحانه وتعالى بشكل حصري، وهذه النظرية تهدم أحد أهم مرتكزات دعاة التكفير والفقه التكفيري، باعتبار أنهم في نظرياتهم دائماً ما يؤكدون على أن السلطة والحكم والتسلط شرط ضروري في اختيار الخليفة ووجوب مبايعته. وفي ضوء ذلك يصححون كل أعمال الخليفة وكل منكرات الخليفة. ومن هنا لابد أن نراعي هذه الضرورة الدينية، وهي التفريق بين الإمامة الإلهية وبين الحكم والسلطة. أضف إلى ذلك أنهم في كثير من الأحيان يؤكدون على عدم جواز الخروج على الإمام مهما فعل من منكرات وقبائح وجرائم. وقد استعرض سماحة سيدنا الأستاذ الكثير من العناوين القرآنية التي وردت في القرآن الكريم التي تؤكد وتؤصل فكرة الإمامة الإلهية منذ آدم عليه السلام إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، من قبيل وراثة العبد الصالح وغيبة النبي عيسى والتمكين في الأرض وبقية الله والانتظار في القرآن ويوم الفتح والرجعة والكلمة الباقية والكلمة الطيبة والإمام المستضعف والإمام المستضعف الوارث وجاعل في الأرض خليفة وغيرها من عناوين تؤكد ظاهرة الإمامة الإلهية. وفي ضوء ذلك يتولد عندنا من خلال منطق الاحتمال أن فكرة المهدي عليه السلام هي حقيقة قرآنية مرتقبة مستقبلية تتحقق في آخر الزمان. وقد استعرض أيضا بعض النماذج التاريخية من شخصيات إسلامية وجرائم إنسانية، إضافة إلى مظاهر شركية والتي تدخل تحت التنظير المارق لعنوان الإمامة واختيارهم أئمة وقادة وخلفاء، بعيدا عن أي مقوم من مقومات الإمامة الإلهية. وهذه النقطة
تمثل حلا لكثير من المعضلات التاريخية والعقائدية والتفسيرية والقرآنية. هذا تمام ما يتعلق بالخاصية الأولى، وهي وجود هدف للبحث يسعى الباحث لبيان بعض أهميته من خلال التركيز على هذا الهدف. أما الخاصية الثانية التي يجب أن تتوفر في الأبحاث العلمية والتي توفرت في بحث الدولة المارقة، الخاصية الثانية قوة البحث، والتي يتحكم فيها عاملين أساسيين. العامل الأول وجود أساس نظري يرتكز عليه البحث، وجود أساس نظري يرتكز عليه البحث في تطور فرضيته. وفرضية البحث تتعلق بماهية الأفكار التي يعتمدها التكفيريون، والتي على إثرها يقتل الناس ويهجر الناس وتسبى نساءهم وتغتصب حريتهم الفكرية والدينية وحتى الإنسانية. ومحاولة الكشف عن المنظر الرئيسي لتلك الأفكار، فهل هي أفكار الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنها أفكار أهل بيته عليهم السلام، أم أنها أفكار صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم هي أفكار أئمة المذاهب الأربعة رضي الله عنهم، أم هي أفكار الشيخ ابن تيمية. ومحاولة الكشف عن تلك الأفكار. أما العامل الثاني، وهو وجود خطة بحثية مبتنية على أسس علمية للبحث يسعى من ورائها إلى تحقيق هدف البحث تم بناؤها بدقة وتروي، بحيث تتضمن خطوات متتابعة تتابع منهجي تؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق هدف البحث وبشكل سلس. الخاصية الثالثة وهي الدقة والثقة. من خصائص دراسة بحث الدولة المارقة ما تلحظه من دقة في تناول المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالدراسة، كما أن الدقة لا تقتصر على ذلك فحسب، بل تمتد إلى دقة النتائج وإلى دقة الردود وإلى الدقة في إلزام المقابل الحجة، إضافة إلى الدقة في اختيار المصادر والمراجع وفي تفسير وجهة نظر المقابل وفي كشف اضطراب دعاة التكفير وتناقض أقوالهم مع المرتكزات الأساسية القرآنية النبوية الشريفة والنصوص الدينية وأقوال أئمة أهل البيت عليهم السلام وصحابة الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة المذاهب. وكذلك أن الثقة واضحة في الدراسة من حيث تطابق نتائج الدراسة مع النتائج الخارجية الفعلية، باعتبار أن الدراسات العلمية تهتم ببيان حدود النتائج التي توصل إليها البحث وإلى أي مدى يمكن أن تعمم تلك النتائج والأفكار. فكثيرا ما تمدنا الأبحاث العلمية بنتائج محاطة بدرجة ثقة محدودة تبين لنا درجة الموثوقية في النتائج وعلى شكل نسب مئوية. الخاصية الرابعة موضوعية الدراسة، حيث أن الدراسة تتمتع بموضوعيتها في جميع مفاصلها، باعتبار أن الأحكام فيها تعتمد على الأدلة والقرائن والحقائق المحيطة بالمشكلة البحثية والموضوع المبحوث عنه، ومن دون أي تحيزات ولا أهواء ولا مصالح شخصية
ولا طائفية ولا أي مؤثر من المؤثرات، فالنتيجة تكون علمية موضوعية خالصة بغض النظر عن أي من المؤثرات الخارجية. ومن الموضوعية أيضا تناوله لجوانب اجتماعية وإنسانية وأخلاقية تمثل النهج الرسالي الصحيح في التعامل مع البشر سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين، ومن دون تكفير ولا إرهاب ولا عنف ولا تهجير ولا مصادرة للحقوق والحريات ولا الفكر والمعتقد، مع ضرورة احترام جميع الآراء وجميع الأديان وجميع المذاهب والمعتقدات، إضافة إلى التأكيد على الرجوع إلى العقل والحكمة والأخلاق الإنسانية في معاملة الآخرين، إضافة إلى إلزام المقابل الحجة وبتجرد تام ومن دون أي ميول، وذلك من خلال الرجوع إلى كتب دعاة التكفير أنفسهم ككتب الشيخ ابن تيمية، ومناقشة تلك الكتب نفسها. وللموضوعية تأثير بالغ على تعميم نتائج البحث، إذ كلما كان الباحث محايداً عند تناول ورصد موضوعات بحثه واستنتاجاته وابتعد عن التمسك بوجهة نظره الشخصية مقابل الأدلة والقرائن والحقائق الموضوعية والارتكازات العقلائية في بناء الأحكام ومعالجة وتفسير النتائج، كلما أتاح ذلك فرص أكبر لتعميم البحث لوضوح عدم تأثر نتائج البحث بشخص الباحث، وهذا ما تلحظه بشكل واضح في أبحاث سماحة سيدنا الأستاذ. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.